السلام عليكم محبي ومشتركي قناة عقارات بلادي، مرحبا بكم معنا في الجديد ديالنا، والجديد راه موجود. مرحبا بكم، وما تنساوش تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا الجرس باش ديما نعطيكم الجديد اللي عندنا. والجديد ديال اليوم كاين عندنا واحد هكتار بولاد سعيد اقليم سطات باغي تباع، الوراق ديولو ملكية حرة ملكية، ومولاها باغي يبيعها ب 18 مليون هكتار ملكية حرة 18 يوم كاين في ولاد سعيد. المزيد من المعلومات والتفاصيل تواصلوا معنا على الرقم. وكاين هكتار في خميس قدانة تا هو ولاد سعيد اقليم سطات، خميس قدانة تا هو ملكية باغي تباع ب 14 مليون. وكما قلت لكم اللي بغى المعلومات مفصلة وبالتفاصيل يتواصل معنا على الرقم راه غادي يكون تحت ويكون الخير ان شاء الله. ومرحبا بكم كاملين، والجديد راه ديما كاين.